صباحات وهمسات أتينا قد حملنا الشوق ودا هكذا نزعى ونمضي للحياة هكذا نزعى ونحيا بالدعاء والعصافير تغني صباح الخير عليكم مرة تانية صباح الخير على كل الناس اللي انضمت لمتابعة فضائية الخرطوم والنيل يبدأ من هنا ويمكن نحن وصلنا لموضوع حلقتنا الأساسي لهذا الصباح وهو الاستعدادات لفصل الخريف ويمكن نحن وصلنا أو الخريف دخل علينا زي ما بقوله ومعانا ضيف داخل استديو النيل يبدأ من هنا الأستاذ الصادق الزين الشيخ مدير عام هيئة نظافة ولاية الخرطوم يا محسن حيكون معنا إن شاء الله هو الآن معنا تفضل الأستاذ الصادق الزين الشيخ مدير عام هيئة نظافة ولاية الخرطوم نحن حنتحدث عن يا مرحب بك تفضل صباح الخير حنتحدث عن الاستعدادات لفصل الخريف طبعا لما نقول كلمة استعدادات الخريف دي بتشمل على فكرة برضو المزارعين لأنه المزارعين برضو هناك ممكن يستعدوا للخريف للزراعة للناس اللي بتزرع الزراعة المطرية لكن نحن حنحاول نركز على الاستعدادات داخل ولاية الخرطوم والسودان برضو بشكل عام وحنفتح كمان نافذة للنفايات يا نجوى نعم أيوة. لأن النفايات هي عائق أساسي مرات في مشاكل السيول والأمطار والفيضانات نعم. صباح الخير أستاذ الصادق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم صباح الخير على المشاهدين الكرام داخل بلدنا الحبيبة وخارج الحدود مرحبا تحت الهواء انا كبير قلت لك انت وشايفك ضحكت كده حتيم ونستمعك بعدين تحت ان شاء الله دموع على الهواء يا جماعه تحت الهواء لكن عايز اقول لك شويه ننور المشاهدين دول بالهيئه يعني الدور المنوط بكم والمنوط القيام بهم لك الله الحمد لله رب العالمين ايوه هيئه نظافه ولايه الخرطوم هي هيئة إشرافية تعتبر المرجعية الفنية للولاية ككل مسؤولة في المقام الأول عن وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالنظافة خاصة بإدارة النفايات وضع المعايير وضع الضوابط بتاعت الخدمة فيما يتعلق بالنظافة فيما يتعلق بآليات النظافة فدي ده المانديت بتاع ده المهام بتاعتها الرئيسية إنها هي هيئة إشراف فني لكن برضو عندها جانب تنفيذي طبعا النظافة على مستوى الميدان بتقوم به هيئات فرعية موجودة بالمحليات بتقوم بعملية الجمع الأولي اللي هي بتجمع النفايات من المصادر الرئيسية إذا كان قطاع سكني قطاع تجاري قطاع صناعي كده وبنستقبلها نحن بعد ذاك عندنا مرافق بنسميها المحطات الوسيطة اللي هي موجودة ممركزة برضه موضوع بمعايير محددة في داخل المدن الولاية المحطات الوسيطة دي بنستقبل عشان نحول في آليات ذات سعات وأحجام أكبر بترحل النفايات دي بتمرقها لمرافق برة خارجية للمعالجة والتخلص النهائي اللي بنسميها المرادم أو المكبات بتتم فيها معالجة النفايات بشكل يفترض أنه يكون شكل علمي طبعا عشان ما يكون في أثر على البيئة على المياه الجوفية على المياه السطحية على الإنسان على الحيوان فده الحلقة ذاتها بتاعت إدارة النفايات جمع وجمع أولي ونقل المحطات الوسيطة نقل من المحطات الوسيطة إلى المرادم في المرادم بتحصل عمليات المعالجة اللي هي متنوعة طبعا عمليات المعالجة لكن في الغالب هو الطمر أو الدفن الصحي بشكل نهائي حتى ما يتضرر منه المواطن إذا كان مثلا بعوض أو ذباب لأنه ممكن يعني برضو يصل إلى المدن أو البيوت القريبة من كده طبعا دي واحدة من الحاجات اللي هو الحشرات الناقلة للأمراض لكن أكبر من كده النفايات دي هناك برا عندها مخاطر تتحلل في غازات
سامة ملوثة للغلاف الغازي، ملوثة. نسمع اليومين ده على الاحتباس الحراري، وسمعتوا ما حصل في الكويت ارتفاع درجة الحرارة. أي ارتفاع درجة الحرارة واحدة من النفايات، واحدة من أسبابها، واحدة من أسباب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي. النفايات اللي هو عن طريق التحلل والتخمر تطلع غازات، من ضمنها غاز الميثان وغيره من الغازات اللي تسمى غازات الدفيئة وغازات البيت الزجاجي. دي غازات يعني ناس البيئة الكلام ده يفهم كويس إنه بتعمل ظاهرة الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري. فدي دي دي وعالميا الكلام ده الناس بتزعى في إنه المسألة دي تحتوي على أساس إنه المسألة، لأنه دي مشكلة عالمية طبعا الاحتباس الحراري. صحيح. يعني الحمد لله إنه درجة الحرارة الآن عندنا هنا 34 يعني درجة كويسة معقولة. يعني معقولة، لأنه في الكويت حصلت تقريبا 51 ارتفعت ل 51 درجة، عشان كده بتأثر بها المواطن، وبتؤدي بالمناسبة برضه للحرارة مرتفعة. زي ما بتكون في رطوبة مرتفعة بيكون في جليد كتير، برضه بيكون في ضحايا دائما في المواسم. في حرارة. يعني تفضلي. أنا داير أسأل الأستاذ من الاستعدادات، نحن دخلنا على فصل الخريف، فدارين نعرف الاستعدادات الشغالة عليها الهيئة شنو في فصل الخريف. طيب أول حاجة نحن استلمنا الملف ده في عمل كثير طبعا جالس في إصلاحات شغال على الولاية ككل. نعم. بدعم سياسي من أعلى السلطة السياسية ممثلة في الأخ الوالي وحكومته أعضاء حكومته والأخوة مدراء عامية الوزارات. المهم في عمل تتضافر فيه الجهود من فترة، وبالتركيز على النظافة طبعا لأنها هي الهم الأول، وهي الشغل الشاغل للولاية بالذات في فصل الخريف. وبالذات في فصل الخريف. صحيح. نعم. فبقول إنه في خططنا الاستراتيجية في إصلاحات كثيرة، ممكن بعدين لو سمح المجال نتكلم فيها. الخريف طبعا بيمثل تحدي للكل يعني بلا استثناء، وبالذات في الفترات الأخيرة دي نربط بالظواهر التغيرات المناخية. بقيت تجي أمطار بمعدلات عالية فوق العادة، ودي طبعا بجانب تأثير الكبير فيضانات والتأثير على المساكن وكذا، نحن في النظافة عندها تأثير المباشر طبعا. لأنه بتأثر علينا الحركة، حركة آلياتنا، دخول للمناطق المتدرج. أيوة. يعني هو نحن قاعدين نقول بدون الخريف نحن قاعدين نعاني، ما قاعدين نصل كل المواقع. فلما ينزل الخريف المزرعة تكون معقدة أكثر. ثاني حاجة بأثر علينا طبعا في الآليات، لأنها بتتأثر الأعطال بتكتر كده، بيزيد الحمولة بتاعت النفاية ذاتها. يعني أنت لو عندك سلة فيها نفاية وجات كبت فيها موية تتقل الحجم بتاعها والحمولة بتاعتها بتزيد. فالمزرعة دي بالنسبة لنا تحدي كبير جدا. بدأنا الاستعداد بما هو متاح من موارد طبعا. خلينا أستاذ الصادق الزين نبدأ بالآليات، يعني إلى أي مدى الآليات الموجودة الآن في ولاية الخرطوم هي على أهبة الاستعداد لمقابلة فصل الخريف، ولا الآليات شحيحة عندك؟ صح. نحن ورثنا وضع سيء بالذات في مجال الآليات العاملة في مجال النظافة والآليات العاملة في مجال الجمع بالذات. العربات اللي لسه بنشوفها متحركة في الشوارع دي مشكلة رئيسية وتحدي كبير جدا، إنه إحنا ورثنا آليات وضعها متهالك. خلينا عفوا أستاذ، خلينا نقف عند الورث المثقل الثقيلة دي، لأنه دايما أنا عندي الأخبار دي هي اللي بتزبطي بها الزمن. يعني احترام زمن الأخبار هو بوريك لأي مدى القناة أو الإذاعة مزبوطة في زمنها ومحترمة وبتحترم مشاهدة أو مستمعة. فنمشي لأنه عندنا الموجز ونرجع نتواصل مع الأستاذ من جديد إن شاء الله. We'll be right back.
شكرا جزيلا نهى شاب، ورجعنا لكم مرة تانية، وسعيدين جدا لكم معنا الأستاذ الصادق الزين الشيخ مدير عام هيئة نظافة ولاية الخرطوم. كنا توقفنا لموجز الأنباء، توقفنا عند التركة المثقلة، حدثنا شوية عن التركة المثقلة وكيف تتخلصون من هذه التركة المثقلة وتواجهون فصل الخريف. طيب، النظافة حقيقة تعتمد في المقام الأول والأساسي على الآليات في الجمع والنقل والتخلص والمعالجة. ولاية الخرطوم تاريخيا كان بيكون في شراء آليات لمقابلة الاحتياجات تحت النظافة في الميدان، لكن الوضع اللي وجدناه الآن في الولاية إنه أكثر من 60% أو أكثر من 70% من آليات دي هي منتهية، فيها ما هو ملجم، فيها ما هو معطل، أعطال جسيمة، فيها ما هو مسروق أجزاء ونواقص كثيرة جدا. فده غير كده هي ذاتها كانت بتجي بأنواع براندات مختلفة، يعني ما في الأسس بتاعت الشراء ذاتها ما كانت فيها نظرة فنية واضحة على أساس أنك تضمن خدمات ما بعد فيها البيع جودة. يعني تركز على شركة شركتين تجد لك آليات، لكن تلقى في عشرات الشركات دخلت آليات للنظافة كويس، وبالتالي ما بتقدر تضمن تلقى الإزبيرات المناسبة كويس المتاح المتوفر والتحمل ذاته وتحمل الآليات. أيوة. غير كده الجوانب الإدارية كانت فيها يبدو أنها كانت في فوضى شديدة جدا في الإدارة، ورش الصيانة هي عبارة عن لافتات فقط، ما في البنية التحتية للورش دي، ما في تكاد تكون معدومة. الكادر المؤهل يعني كل الورش دي كلها في السبع محليات يمكن مهندسين ميكانيكيين مؤهلين ما في كويس، في فنيين، في عمالة مهراء على أعداد بسيطة يدخلوا ويطلعوا. والمهم وضع سيء طبعا كل يعني وضع لا يزعفك في انك انت تنجز المهمة الأساسية في انك انت تنقل او تجمع نفايات بتنتج ولاية فيها 12 مليون نسمة، فيها تنوع في النشاطات، فيها أنماط استهلاك وإنتاج، أنماط استهلاك يعني متباينة ومتطورة، وبرضو في عدم وعي برضو من المواطنين ومن أصحاب المناسبة، برضو أصحاب المطاعم مرات حتى المياه بيكبوها في الأسفلت للأسف الشديد، ولا في زول بيسألهم، ولا في مواطن بيسأل، ولا في مسؤول بيجي في يوقف الحاجات الحاصلة في الشوارع وفي الطرقات اللي هي بتضر بفصل الخريف. يعني نقدر نقول الآليات انت قبل زي العايز تقول انه جودة الآلات اللي بيدخلوها ما بتكون درجة أولى، يعني ممكن تكون إزبيراتها ما متوفرة، هزاتها متهالكة سريعة، يعني لأنه هي ما مصنعة بجودة عالية عشان تقدر تصمد لسنوات وتعمل في السودان. التنوع الكبير، وده موضوع أمس كنا بنناقش فيه في واحدة من خططنا واستعداداتنا للخريف، أمس نحن بنناقش في مواضيع الصيانة، ففي واحدة من الحاجات اللي اقترحت من الأسباب، يعني هي مش اقترحت أمس منذ فترة، نحن على علم بالكلام ده، إنه أول قصة بتاعت إنك إنت الآليات دي جات بمجموعات أو بشركات كثيرة جدا، فبالتالي كلما كانت المسألة كانت محصورة ومحدودة في شركتين ذات اسم عالمية وعندها القدرة إنها توفر لك سبير بارتس أو كل خدمات ما بعد البيع إنك تفعية وكنت تلقاها كان بيكون أفضل. ما لا يجدي البكاء على اللبن المسكوب كما يقال. إحنا الآن خلاص ما مش صفحة مطوية، لكن عندها ملفات هاي بتمشي بهناك، الناس اللي تسببوا في الكلام ده فيها القنوات اللي بتقدر تلاحق وتحاسب وكده. لكن إحنا في ما يجب عمله كويس في الوضع ده الناس تعمل شنو. الآليات الآن موجودة دي ما بتنقذنا ولا بتجمع النفايات دي لأي حال من الأحوال،
حتظل الاقوام دي موجوده في الشوارع مهما نبذل من جهد. في جهد مبذول في الصيانه. صيانه ما هو موجود، تصين عربيه تشتغل الليله بكره بعد بكره بتجيك راجعه ثاني بيعطل وكذا، لانه هنا ذاتها خلاص فيها بعض اولد ايج يعني عمارة خلاص افتراضيه. الافتراضيه انتهت. ايوه في والجديد منها انا قلت اصابوا الاهمال. فالولايه كانت طبعا اتجهت لانها تشتري اليات، تورد اليات. اصطدمنا بعقبه طبعا من بنك السودان انه التمويل فيه مشكله. لحد ما جهزنا، لحد ما نزل عطان كان الناس تكون تحصلت على المعلومه انه احنا طرح عطاء باسم ولايه الخرطوم واداره الماليه لشراء اليات، لكن اصطدمنا بمشكلات متعلقه بوزاره الماليه والاقتصاد الوطني وبنك السودان هو احد اللي هي مساله سياساته في الوقت التمويل. أيوة التمويل هي فعلا هي المساله صعبه. تفضل الصادق حنتواصل معك في الحوار ده، لكن في ماده مسجله وفيديو نازل، خلينا نتابع ونرجع نتواصل معك. بدون مجاملات أو تنميق للعبارات، الخرطوم بقت وسخانة وخلاص اتعودنا على دخاخين النفايات وريحة المزعجة وسط الأحياء، ده غير الذباب اللي لقى بيئة خصبة للتكاثر ونشر الجراثيم المسببة للأمراض. لكن السؤال، ليه الحاجة دي حصلت؟ مش عندنا هيئة كاملة لنظافة ولاية الخرطوم؟ والهيئة دي عندها آليات وموظفين وميزانيات؟ مش في رسوم بيتم تحصيلها والرسوم دي كافية لتوفير حاويات لجمع النفايات وشراء وصيانة الآليات؟ هل نحن كمواطنين عندنا دور في الحاجة اللي بتحصل دي؟ في الحقيقة جزء من الكلام ده صحيح وجزء منه بيحتاج لتوضيح. جمع النفايات من الأحياء، والمشكلة الحقيقية أن الهيئات دي بتعمل بصورة مستقلة بعيدا عن هيئة نظافة ولاية الخرطوم الما عندها إلا صلاحيات محدودة لإدارة أو محاسبة هيئات النظافة في المحليات. ده غير أنه الكوادر وعمال النظافة ما في نظام لتأهيلهم ومرتباتهم ضعيفة جدا، وأصحاب المصالح المستفيدين من الوضع الراهن قاعدين يتاجروا بقضايا العمال. ونزيدكم من الشعر بيت، في شركات خاصة قاعدة تستفيد من النفايات وتصدرها للخارج، ولا دولار منها قاعد يساهم في تطوير قطاع النظافة أو حتى يدخل لخزينة الدولة. قبل فترة حكومة ولاية الخرطوم عملت دراسة لموضوع النظافة والنتائج كانت صادمة. يتخيلوا أنه حجم النفايات في ولاية الخرطوم أكثر من 3200 طن يوميا، وآليات النظافة حوالي 732 فقط، 40% منهم عبارة عن خردة بسبب الإهمال وعمليات السرقة للورش وقطع الغيار. عدد آليات النظافة اللي كانت شغالة 208 آلية قبل الصيانة. تم دعم الهيئات بمبلغ 27,880,513 جنيه سوداني في شهر أكتوبر سنة 2020، وارتفع العدد ل 317 آلية ما بتقدر تنقل إلا حوالي 43% من نسبة النفايات المنتجة يوميا. الخرطوم فيها 3 محطات وسيطة شغالة حاليا لاستقبال النفايات، و4 محطات أخرى ما زالت تحت الإنشاء وفيها مشاكل هندسية متعلقة بالتصميم والتنفيذ. والمحطات الأربعة ديل كان ممكن يوفر لهيئة النظافة مبالغ كبيرة بيتم صرفها على الوقود وزمن التشغيل وصيانة الآليات وعدد الرحلات، لأنه حالياً أقرب مكب نفايات بيبعد حوالي 30 كيلو من مناطق التجميع، والحاجة دي بتقلل بشكل كبير من كفاءة الأداء في خدمة النظافة. الخرطوم فيها واحد من أكبر المصانع لفرز النفايات في أفريقيا، لكن تم إتلافه وإيقافه عن العمل وتمت سرقته بشكل ممنهج، وفي الوقت الحالي المصنع بيحتاج لتكاليف عالية لإعادة تشغيله، والآن شغالين على إرجاعه رسوم النفايات، والرسوم دي معظمها بيتم صرفه على المرتبات والحوافز. تخيلوا أنه عدد الموظفين والعمال في الهيئات الفرعية حوالي 6000 موظف، ولا واحد منهم تم تأهيله للمهمة دي، ونسبة عدد العمال للوظائف الإدارية هي نسبة 59-41%، يعني تقريبا قصاد كل عامل في وظيفة إدارية. في السنوات الماضية اتعاقدت الولاية مع عدد من شركات النظافة الخاصة، لكن للأسف
الأداء ما كان بالمعايير المطلوبة، ويا دوب بدت تتعمل دراسات علمية وشروط ملزمة بتمكن الهيئة من التعاقد مع القطاع الخاص. والآن بتسعى حكومة ولاية الخرطوم مع الحكومة الاتحادية لتوفير الضمانات اللازمة لطرح عطاء عالمي لاستيعاب الشركات العالمية ذات الكفاءة والمقدرة للعمل في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات. المنظمات الوطنية والمبادرات الشبابية عندها مجهودات كبيرة لمعالجة مشكلة النفايات، لكن المجهودات دي غير منظمة، والمسؤولية المطلوبة من المجتمع فيها ضبابية، والقوانين الموجودة ما كافية لمنع ومحاسبة الأفراد أو المصانع والشركات في التخلص غير السليم من النفايات. طيب الحل شنو؟ ونبدأ من وين؟ نحن كلنا بنواجه تحدي كبير عشان العاصمة تكون نظيفة، والحكومة بدت في إعادة هيكلة هيئة نظافة ولاية الخرطوم والهيئات الفرعية بالكامل عشان تكون كلها جسم واحد، وبدت في وضع برامج تأهيل وتدريب للكوادر الإدارية والعمال وتوفير أدوات السلامة ومعينات العمل. النظافة محتاجة أن نخصص لها ميزانية منفصلة وما تكون بس معتمدة على الرسوم الإيرادية. الحكومة بدت في وضع قوانين وأنظمة جديدة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وطرق جمعها بكفاءة وفعالية عالية، وبدت كمان في وضع خارطة استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص لتحقيق عوائد مالية من النفايات. الحكومة بتعمل جاهدة على توفير العدد الكافي من الآليات اللي بتناسب مع كمية النفايات المفرزة، وتعمل الهيئة على تأهيل عدد مقدر من الآليات للدخول في الخدمة كحل إسعافي وصولا للحلول المستدامة، بالإضافة الآلين حاليا على تكملة إنشاء المحطات الوسيطة والنهائية ووضع خطة إعلامية للتوعية بالنظافة. محتاجين نوقف وضع النفايات في الجزيرة الإسمنتية، ونوقف حرق النفايات بالصورة العشوائية دي، خصوصا لو كانت النفايات داخل حاويات، لأنه تكلفة صيانتها عالية جدا، والتصرف السليم في حالة وجود قصور في خدمات النظافة أن المواطن يبلغ لجنة الخدمات في الحي، والبيدورة بتتواصل مع هيئة النظافة. محتاجين من المواطن أنه يلتزم بالخطط والأنظمة اللي حتضع الحكومة لمعالجة مشكلة النفايات، وأن نزيد من المساهمات المجتمعية والمبادرات الشبابية لنظافة ولاية الخرطوم. يمكن يا محسن، في بداية الفيديو في حاجة لفتت انتباهي، انه نحن في واحدة من مشاوير النيل يبدأ من هنا، استضفنا زول بيشتغل شغل كويس في عدد تدوير النفايات، اتمنى ذلك يعني. وغير كده انا بناشد المواطن وسكان الاحياء انهم هم يعني يساعدوا ناس هيئة النظافة، ايوه، يغيروا سلوكهم، وحتى لو المساعدة بانه بس حفاظا على 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 الشوارع وعلى النفايات، يعني حفظا لسلامتهم هم. صحيح. أيوه. صحيح. نحن بنرجع للأستاذ الصادق زي مدير عام هيئة نظافة ولاية الخرطوم، لكن هو التقرير كان زي ما بيقولوا كافي وضافي. نعم. يعني لخص كل مشاكلكم ولخص كمان جزء من الحلول اللي انتم حتطرقوها من خلال فصل الخريف الحالي. لو تحدثنا عن يعني مجابهة فصل الخريف لهذا العام، ربما تكون مشابهة للعام الفائت، ولا أنتوا عندكم دراسة ممكن تبعدكم من الحرج ده مع المواطنين؟ لأنه لما نيجي للخريف يقول لك نفس الخور الزمان هو نفس الخور الهس، نفس المشكلة الفاتت هي نفس المشكلة الآن. طبعا الخريف ومشاكله تحديات كبيرة زي ما قلت، ومواجهتها مواجهة بتقوم بها الحكومة بكلياتها في قطاعات وشركاء معانا في أهل أمطار، طبعا في البنى التحتية وهيئة الصرف الصحي والطرق والجسور، يعني دي كلها هيئات هي تحت مظلة البنى التحتية وعندها وجود على مستوى المحليات، وبتعمل ونحن بنعمل معهم بتنسيق كامل. بدأت يمكن تكون غرف الطواري بدأت لفترة لورا، بدأت باجتماع موسع أنا قلتها بقيادة الأخ الوالي ومن الحكومة ومجلس الأعلى للبيئة وكل الإدارات ذات الصلة. الاجتماع ناقش تقارير أداء وناقش الاستعداد لفصل الخريف والخطط، كل إدارة عندها خططها لفصل الخريف. نحن ما يلينا في النظافة
برضو قدمنا تقرير أدائنا وقدمنا خطتنا لفصل الخريف، وعملنا يمكن التقرير السي سلط الضوء على القصة المهمة اللي هو إنه الهيئات الفرعية وهيئات النظافة ما بتربطون صلة عضوية واضحة كده، يعني ما عندنا سلطة مباشرة على النائب، لكن نفس الإصلاح الجاي في الفترة القادمة نحن ساعين لأنه الجسم ده يكون جسم واحد كويس. هيئة نظافة طلعت الخرطوم تكون مسؤولة من كل الهيئات في مظلات كل عمل لها هياكل تنظيمية موحدة، وحدة التوجيهات، وحدة الأوامر، المسؤولية، المحاسبة، الوصف الوظيفي، كل زول يكون عارف هو بيعمل شنو، مطلوب منه شنو وإلى آخره. ده مشوار الناس قطعت فيه شوط طويل جدا. أفتكر هو ذاته أسي بيساعد فينا إنه نحن بنرسم في خططنا دي. خطة الخريف نحن نتكلم باختصار لأنه شايف خلاص زمن انتهى في 30 ثانية. في 30 ثانية رسمنا خطط لتأمين الوقود، خطط للصيانة، خطط للتوعية مهمة جدا وإشراك المجتمع. ما الخريف براو يا جماعة، نقول برضو عيد الأضحى طبعا على نقول للناس مبدئيا كل عام وأنتم بخير وربنا يبلغنا العيد، ولأنه فيه مشاكل مخلفات الذبيح والجلود السنة الماضية كان عملت مشكلة بيئية كبيرة جدا. هم الخروف أبو 90 ده حتقل إن شاء الله ربنا يسهل على الناس وتحصل على وضعية المخلفات حتقل لأنه الخروف قال لك بيتسع اليوم أنا بتناقش مع واحد من الزملاء. الزمن انتهى للأسف والونسة معاك جميلة ومجدية في نفس الوقت، لكن أنا عايز أشففك حاجة. أنت تكرري الشارع اللي أنا ساكن فيه والله العظيم بيشيلوا كيسه بيخلوا اثنين عمال النظافه، والزول في العربيه لا بينزل بيسالهم، وعندهم قفف ما بكلفوا نفسهم. لو مواطن طلع عنده درجه الوعي بسيطه ما بكلفوا نفسهم يشيل، عندهم كل الادوات انا بلاحظ لها يعني. وعندهم القفف، ليه ما تشيل الوساخه دي بالقفه وترميها في راجي؟ مين منتظر مين؟ انتم عددكم ده لو كان زمان ودوكم كان حررتوا كاوده قبل كم سنه. العدد كبير في التقرير، نحن شاكرين، ولكن كلمه اخيره وانت خارج من الهواء. الله يديك العافيه. انا هنا احيي عمال النظافه في الولايه كلهم، وبتمنى انه الفتره الجايه تشهد نقله نوعيه في الاداء، بالذات تم انصافهم من قبل الاخ الوالي، عادت 6000 عامل للعماله المؤقته هم دخلوا للخدمه المستديمه، حيتم العنايه بهم، تاهيل وتدريب وكده. بعد ذاك حتكون في طبعا طالما في مسؤوليات في محاسبه، اي تقصير احنا عندنا لوائح بنعيد فيها بتتنزل على ارض الواقع بالنسبه للهيئات الفرعيه، والمواطن شريك اساسي معنا في القصه دي. لو لاحظتوا في التقرير ده في الختام وفي رقم للتواصل والتبليغ عن اي تقصير في الخدمه او اي ملاحظه، المواطن لازم يقوم بدور يعني. هو اللي بيراقب معنا يعني. شكرا استاذ الصادق. فرصه صغيره بس اقول انا شاكر للاعلام، وبنعود كثير جدا في المرحله الجايه على الاعلام لبث الرسائل التوعويه. احنا تحت الخدمه استاذ الصادق، احنا شاكرين لك جدا الاستاذ الصادق الزين الشيخ مدير عام هيئه نظافه ولايه الخرطوم، وانا شاكره لمحسن في اليوم الجميل ده. انا بس بقول للعمال شيلوا الغوارير وبيعوها ما مشكله، لكن كمان عشان ربنا بيسالكم ما تخلوا الوساخه قاعده، ما تركزوا على الغوارير عشان انتم تكونوا المستفيد الاول. وانا كمواطن اتضرر من الاوساخ قصاد البيت ولا بالجنب البيت. شكرا. انتهى الزمن المحدد. انتهى الزمن يا حتى يا حتى يا. نقول لهم شنو؟ في امان الله. في امان الله.